وقع رئيس روسيا فلاديمير بوتين على تشريع للانسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة مع الولايات المتحدة. هذا وأمر بوتين العام الماضي بإطلاق الإجراءات القانونية الخاصة بانسحاب البلاد من الاتفاقية بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن انسحابها من الاتفاقية من جانب واحد. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من موسكو دكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية. دكتور عمار، رحب بك معنا في هذه الجولة الإخبارية، وبداية بعد تحية، كيف هي قراءتك لهذا التصريح من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلانه عن تشريع الانسحاب من هذه المعاهدة، معاهدة السماوات المفتوحة؟ تحياتي سيدتي الكريمة. لقد كان يعني هذا يعني متوقعا منذ فترة طويلة، وقد حاولت يعني روسيا الحفاظ على هذه الاتفاقية اولا يعني ابان فترة ترامب، وكانت يعني غير منطقية يعني حتى عملية الخروج يعني من طرف واحد، وحاولت ايضا يعني حاول الكريملين مع الإدارة الجديدة لعدم يعني او للعودة الى هذه الاتفاقية، ولكنها يعني رأت أن هناك كان رفضا يعني رفضا واضحا تجاه البقاء، فلذلك يعني كانت الرد الروسي على هذه المسألة يعني بالخروج، لأنه لا معنى يعني لبقاء روسيا ضمن هذه يعني الاتفاقية، والتي تسمح يعني للمراقبة وللشفافية ممكن نقول العسكرية، يعني بأن الحلفاء يعني حلفاء الولايات المتحدة ممكن أن تراقب، والأجواء الأمريكية هي ستكون مغلقة على على روسيا. هذا يعني ممكن يعني، لكن دكتور عمار في هذه النقطة يعني لكي نسلط الضوء، هل نفهم من هذا التصريح أنه لن يكون هناك تيسير عدد من الرحلات المفاجئة وغير المرتبة لمراقبة النشاط العسكري بعد هذه الاتفاقية طبعا؟ لا طبعا سيدتي الكريمه، يعني خروج روسيا يعني وخروج ايضا يعني الاول للولايات المتحده هي يعني تعتبر يعني انهاء لهذه التحركات او لهذه يعني العمليات الرقابيه، والاجواء طبعا ستكون يعني مغلقه ليست فقط للولايات المتحده ولكن ال32 دوله ايضا المنخرطه في هذه الاتفاقيه. وهنا ممكن يعني القول ان اداره بايدن في البدايه يعني منذ الخروج هي كانت يعني تشكل باعتقادي ضربة للمنظومة يعني الأوروبية للحلفاء الاستراتيجيون يعني للولايات المتحدة، والتي هي يعني متاخمة للحدود الروسية، ولكننا يعني رأينا أن الولايات المتحدة اليوم تنظر يعني بطريقة أخرى للعلاقة الروسية يعني الأمريكية، ولكن هناك يعني المسألة الإيجابية الوحيدة باعتقادي، وهي أن الولايات المتحدة حافظت يعني ومددت اتفاقية ستارت 3، والتي من خلالها يعني ممكن التأمين الجزئي للأمن الاستراتيجي في العالم، ولكن يعني الاتفاقية الثالثة والتي خرج منها ترامب يعني حول الصواريخ المتوسطة وبعيدة المدى رفضت إدارة بايدن حتى النقاش يعني في هذه المسألة والعودة إليها. فاليوم يعني روسيا مضطرة يعني للتعامل بالمثل، يعني مثل هذه الاتفاقيات يعني والتي لها علاقة بالأسلحة الاستراتيجية والنووية، هي يعني الهدف منها الحفاظ على الأمن الدولي، ولطالما روسيا يعني طالبت في الحفاظ على استقرار هذه يعني المنظومة الدولية، ولكن المصالح الجيوستراتيجية الأمريكية نراها اليوم يعني هي متباينة. هل برأيك ستتأثر هذه المصالح التي تتحدث عنها دكتور عمار، هل سيكون هناك أي عواقب بعد هذه أو بعد هذه الخطوة من الانسحاب من هذه الاتفاقية في تأثير العلاقات ما بين موسكو وواشنطن وأيضا دول حلف الناتو؟ سيدتي الكريمة، العلاقات ما بين روسيا والولايات المتحدة هي متوترة صحيح. جدا في هذه الأثناء، وهي يعني وهناك وصلت يمكن يعني قمة إلى مرتقبة. أدنى مستوياتها. نعم، هناك يمكن قمة مرتقبة بعد هذه الخطوة. نعم يعني القمة ستكون يعني في 16، ولكن باعتقادي السقف يعني التوقعات هو يعني منخفض جدا بناء على العمليات السياسية والدبلوماسية العدائية بين قوسين من قبل يعني إدارة بايدن تجاه. دكتور عمار، هل تسمعني؟ دكتور عمار؟ نعم تفضلي. نعم تفضل. نعم، فلذلك يعني هذه يعني مستوى العلاقات هو متدني جدا، والولايات المتحدة يعني تحاول يعني سيطرة روسيا وجعلها الخطر الأكبر على المنظومة الأمن الأوروبية.
نعم أشكرك شكرا جزيلا دكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.